كل شيء بوقته وكل شيء ترتيب. وانا بتشرف اطلب ايد كريمتكم ليلى خانو. ونحن إلنا الشرف محمود آغا، انت شاب كل الناس بتشهد باخلاقه. الله يخليكم يا رب. محمود آغا، الوالد شو بيشتغل بالله؟ الوالد متوفي وكان معلم بالمدرسة الرشدية بالشام. الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش. شو ترك لكم؟ أنا آسف، ما عندي غير اختين، من حقكم تطمن عليهم. ها؟ أنا عندي بيت بالشام وبستان صغير بالغوطة وراتبي من الدرك بتعرفوا. أهلا بالعروس. تعرف ليلى على قديش أراضي بتحتكم؟ الحقيقة مالي بحاجة أعرف، أنا جاي أخطبها هي مو أراضيها. أكيد أكيد. شايف مثلاً هذا الفستان الأحمر اللي لابستوه؟ عملته عند خياط بالأسيتاني، فيك تجيب له مثله؟ أكيد لا. أي الساعة اللي بإيدها فيك تهديها مثله؟ طقم الألماس اللي برقبتها فيك تشتري له مثله؟ أنا ما بدي شيء. ليلى محمود آغا، وحدة من الاثنين، يا ما أنت مو عارفان من جاي تخطب، يا ما بتفهم كيف وليش الناس بتتجوز. بالإذن. كيف هيك عملت؟ واحد وسخ بشهر كم بدي حطي بالسجن هلا جاي يخطب خيتي؟ بس انا قلت لك اني بدي اياه. وبده مصاريك؟ عينه على املاكك وبس. كل الناس بتفكر مثلك. مظبوط، لو بتفكري مثلي ما بتفوتيني هذا الوسخ اللي عندنا على البيت. بعدين مو مستواكي، مو هذا الشخص اللي ممكن تعملي معه عيلة. انت اخر واحد بيحكي كيف بتنعمل العيال. ايدك عنا بعد. اوعك تحكي بهي القصة مرة تاني، حتى لو كنتي خيتي ما بسامحك.